المكتب الحالي يضم اكثر من 50% من المكتب السابق. ماشي والانسان في السجون ماشي ممنوع يدير السياسه، ولكن خارج السجون سي سون بروبليم. ولكن فاش كنكونوا هنا فاش كنسنا معكم هنايا انا ما عنديش كاسكيت بوليتيك، وحنا ما عندناش موقف من حتى شي حزب سياسي ولا حتى شي تيار معين. يعني حنا مستعدين نتعاملوا مع جميع المؤسسات العموميه يسيرها اكس ولا ايغري. حنا ما كيهمناش هذا الامر، وحنا غادي نحافظوا على الطابع ديال الانديبوندونس. ولكن إذا كان شي اشتغال اللي بدنا نشتغلوا فيه في إطار النهوض بالمقاولة والنهوض بالاستثمار في إطار لاميسيون دو لا سي جوان، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني ما عرفناش اش غنقول لك. لا فهمت السؤال ديال السؤال الثاني ديال الجهة قالت لك البروجي دو كونفونسيون، حنا غادي نشوفوا مع رئيس الجهة إذا كان ممكن فغوفوار لافيكتاسيون ديال هذاك الدعم اللي بغيت عند راسي جو من اجل النهوض بالاستثمار والنهوض بالمقاولة. دعم مقاولة المغرب هي ماشي مؤسسة كتعتمد على الدعم بحال شي جمعيات معينة. الدعم ديالها هما الأفكار الجديدة التي تتقدم بها، لأنها كتبقى دائما هي مؤسسة استشارية لتقديم أفكار اللي كتعطي واحد النهوض الاقتصادي اللي خلق المقاولة، لجعل منافسة قوية، لأن حتى الأرقام التي تغطيها الدولة فهي كتعتمد بالأساس على مؤسسات كترخص. فهذه الأرقام باش أنها تقدر تحقق المعادلات الدولية في المؤسسات فهي محتاجة إلى نشيج ديال القطاع الخاص. بهنا تدخل ديال الاتحاد العام لمقاولة المغرب، وليس بدعم من بعض ملايين الدراهم. هذا ماشي هو الاوبجيكتيف، ماشي هو الغايه من خلق الدعم لمؤسسات كالاتحاد العام للمقاولة. ذاك الشاب ولا ذاك الانسان اللي عنده المجال فين يستغل فهو امن بحد ذاته. هنا كتقدر تلعب الدور ديال هذا الاتحاد العام لمقاولة المغرب الجهويه باش بخلق ايضا مراكز جهويه ديال مناطق صناعيه جديده كما الحال عليه الان دابا في منطقه اللي غادي تكون في التخيشة ان شاء الله، هي منطقه كبيره ديال ويسلان اللي غادي تحاول انك تخلق فرص الشغل. ايضا خلق واحد المناخ تنافسي للجهه، شكون تيخلي ان هذا رجل الاعمال ما يمشيش للدار البيضاء يستثمر ويجلس في مكناس يستثمر. خصنا نعطيوه واحد المسائل اللوجيستيك، التحفيزات الضريبيه اللي خصها تناقش ودائما نحث على هذه النقطه. ما كاينش نقولوا حنا مقاول في الدار البيضاء انه تيخلص نفس الضرائب اللي كيخلصها لانسان في جراده ولا في مكناس ولا في وجده. هذا واحد وضع كبير اللي خصو يتحيد، لانه خص واحد التحفيزات الجهويه للمناطق اللي تقدر تعطي واحد الاشعاع جديد. هذو هما جوج الاشكاليات اللي تتخبط فيهم المقاولة حاليا، ومن قبل المام يعني لونتربريز ديبا دون سي بروبليماتيك. الان ما يخص هادشي ديال الفوتره، اذن المشكله راه تحل، الاداره الجبائيه راه قابله باش تحيد داكشي ديال الفوتره، تراجعت على داك القانون. وحقيقه هادشي كله راه دارت فيه فلطه، لان ما يمكنش دو جور لوندوما نجيو ناخذوا ان ديسبوزيسيون فيسكال ونطبقوا على المقاوله. هادشي ما تيكونش، خاص واحد الوعي وخاص واحد المرونه اللي يمكن باش نوصلوا لها. حقيقه هادشي كله مازال غادي نخدموا في هادشي، سيما في هادشي ديال المقاوله وفي هادشي ديال ليفريفيكاسيون ديال هاد المسائل كلها. راه سيت ان كرون شونتي بالنسبه كي سوبوز بور لونتربريز او نيفو دو لا فيسكاليتي، لان غالبا اللي تلاحظوا المقاوله هي اللي كتشوف باش دير ديفلوبمون باش دير سوسو، ولكن كتنسى واحد
واحد الشونتيير اللي هو ديال لا جيستيون فيسكال اي لا جيستيون فينانسيير. هادو جوج مهم، والثالثه هي لا جيستيون ديال ريسورس هيومان. ثلاثه ديال 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 لي برونش اللي كيكونوا في المقاوله اللي خاص تعطى لها واحد الرسبقيه واحد الاولويه باش يمكن المقاوله تزيد لقدام.